بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أنا جوايا كلام كتير جدا جدا عايزة أقوله، يعني جوايا كتير، يعني سكت كتير، كل شوية أقول مش مشكلة الأيام تعدي، بس أنا عايزة أعرف إيه الحاجة اللي أنا بعملها علشان يحصل كل ده معايا. بنزل أنقذ الناس من الشارع، عندي مقر مؤسسة سمر نديم في عين شمس عشان أساعد الأسر المتعففة، الأرامل، المطلقات، الأيتام، الناس اللي بتجي لحد هنا تاخد الشهريات بتاعتها كل شهر، الناس اللي بتيجي تاخد شنطة المواد الغذائية، كل الكلام ده أنا مش فاهمة بصراحة إيه اللي بيحصل معايا ده. أنا عايزة أعرف هو في إيه؟ الناس جرى فيها إيه؟ في قلوبها إيه؟ أنا بنزل قدامكم بلايف أنقذ الحالة من الشارع وأطلع على دار زهرة مصر بلايف، كل حياتي بطلعها لكم من الدار بفيديوهات ولايفات، مفيش حاجة بخبيها، مفيش، كل الحالات موجودة عندي، مفيش حالة مثلا اختفت مثلا فجأة ولا أي حاجة. معرفش بيحصل معايا ليه كده، مش عارفة، كل لما أقدم ورقي في أي جهة يقعد بالسنين عشان يخلص، بالسنين عشان يخلص. ده غلطتي يعني إن أنا عايزة أمشي قانوني؟ غلطتي إن أنا عايزة أمشي زي ما قال الكتاب؟ أنا مش فاهمة ليه بيحصل كل ده، عايز أعرف مين اللي ورا كل المصايب المتلتلة دي. فعايز أقول حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عايز يوقف العمل الخيري، وعايز أقول إن أنا يعني ولا أي حاجة، أنا أجي إيه جنب الأنبياء؟ كانوا بيعملوا خير كتير وبينشروا الإسلام وبينشروا حاجات حلوة كتير، وكانوا بيتحاربوا وبيتأذوا وكان بيحصل فيهم أكتر من كده بكتير، فهي دي الحاجة اللي بتخليني أصبر وأحتسب عند الله. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحه، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صالح محلل صحفي. طبعا احنا حاليا متواجدين مع حضراتكم مع دكتوره سمر نديم، احدى طبعا رائده الخير. رائده الخير اللي بنشوفها اكتر، بنشوفها كتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتقدم الخير على اعلى مستوى. متواجدين مع حضراتكم تحديدا من داخل مؤسسه زهره مصر مع دكتور سمر نديم. يعني الحقيقه كانت بتوضح لنا استغاثه جديده عبر موقع بصراحه الاخباري، تتعرض بعد المساعدة. تتعرض بالتجاهل، التجاهل المادي، التجاهل المعنوي، على الرغم انها يعني بتقدم الانقاذ لعدد كبير من المشردين والمشردات في الشارع. جينا هنا طبعا زي ما عودناكم دايما على موقع بصراحه لدكتور سمر نديم عشان نعرف منها ايه القصه، ايه الحكايه. طبعا فوجئنا خلال الدقائق القليله الماضيه على صفحتها الرسميه بفيديو، فيديو بيه بتخاطب وزاره التضامن. طبعا يعني هنا كانت بتخاطب وزاره التضامن وبتحث الجميع على المساعده، على الالتفات لسمر نديم. سمر نديم اللي بتنقذ مئات المشردين والمشردات في الشوارع زي ما وضحنا لحضراتكم، ومش في حته، مش مكان معين. يعني بنشوف معظم اكتر من دار ايواء بيعتمد على خريطه او اماكن بعينها اللي بيها يقدر ينقذ المشردين والمشردات، لان هنا دكتور سمر نديم اعتمدت على معادله ثانيه خالص، انها توصل لشتى بقاع الارض، يعني مختلف المناطق في يعني هنا القاهره، نطاق القاهره والجيزه، المناطق حتى البعيده بتقدر انها توصل لابعد مدى عشان تنقذ المشردين. جينا لها هنا عشان نستمع اليها ونعرف. يعني انا طبعا برحب بيك في لايف جديد. انا بشكرك وبشكر جديد بصراحه جدا على طبعا احساسهم النبيل بينا، وان هم شايفين ومتابعين كل اخبارنا وحاسين باللي احنا بنقوم بيه. يا ريت كل الناس تحس كده وتقدر اللي احنا بنعمله. انت زي ما حضرتك قلت فعلا، انا بنزل، مش بنزل بس في محيط معين، لا انا بنزل على مستوى الجمهوريه. انا سافرت بلادي، سافرت يعني محافظات، سافرت الغردقه، ماشي من طاقه القاهره والجيزه، يبدو ان كمان المحافظات البعيده دكتور سمر نديم ما سابتهاش. سافرت المحله وسافرت طنطا وكفر الشيخ والفيوم والمنوفيه، ورحت بلاد كتير، كل شويه اروح اسكندريه، وكل من هنا لهنا لهنا ما بخليش، بنزل للناس حتى لو في اخر الدنيا، ولا بكل ولا بمل، ومهما كانت الحاله صعبه انا بنزل اجيبها وانا على قلبي زي العسل، مش بنزل اجيبها وانا متضرره او متضايقه، لا انا بنزل وانا راضيه، انا راضيه كل الرضا. ده طبعا امر جميل، واحنا بنتابع ده كويس جدا، لان زي ما حضرتك وضحت في بدايه البث المباشر، كل حاجه لسمر نديم بتكون موثقه عبر الصوره والفيديو، احنا لازم موثقه عبر البث المباشر. اذا كان انا ما عرفتش كده هيتهموني اتهامات اصلا مش موجوده فيا. احنا بقى يعني انا عايز اقول على حاجه مهمه بالنسبه، حتى انا اقول لك بس نبذه بسيطه، حتى الفطار، عارف الفطار لو ما صورتوش ونزلته وقلت ده احنا بنعمل احلى فطار، اقول لك ده انت كذاب، ده انت تلاقيه بتكليف كرش. اذا كان الوجبات اللي بتيجي حتى يعني بيجي لنا مثلا احنا عندنا كام نزيله؟ 24 نزيله في الدار.
عندنا موظفين، الموظفين دول غلابه، من حقنا برضو ان احنا نساعدنا نساعدهم، ليهم حق علينا ان احنا نقف معاهم. عايز اقول لك يعني دايما بقول ايه، اللي بيجيب تبرع يا جماعه جيبوا 40 وجبه من النزلاء والموظفين. ايه ما انت هتاخدي اصلا، اصلك انت هتاخدي الاكل ده في كرشك انت واهلك واهلك، اكل ايه؟ انتوا فاكرين ازاي ابص الاكل ده؟ دكتور سمر نديم رغم انها احدى رواد الخير في مصر الا انها بتتعرض لهجوم الشمس. ده شراسه وجحود وقله ادب وقله اصل. احنا جينا النهارده عشان نسمعك. طبعا موقع الصحه الاخباري دايما ابدا بيكون متابع جيد. انا عايز اقول لك ان انت جيت النهارده وانا اصلا على اعصابي، يعني انا اصلا مخنوقه خنقه السنين. يعني خلاص انا زهقت من كم الحقد وقله الادب اللي بتحصل عليا. انا بناشد وزيره التضامن الاجتماعي بعد اذنك ارجوكي لو سمحت تعالي لي ضروري دار زهره مصر، تعالي حضرتك شوفي بنفسك، بلاش الكلام اللي بتسمعيه عني، اكيد هم بيشوهوا صورتي بيشوهوا سمعتي زي ما حصل في شباب كتير. كان في شباب كتير جدا نفسهم يعملوا دور للايواء، وقفوا الشباب دول دلوقتي، الشباب دول جالهم حاله اكتئاب ولا عايزين يعملوا دور ولا عايزين يعملوا نيله، من كتر ما هم اتاذوا راحوا خدوا بعضهم وانسحبوا. انا بقى مش زي الشباب دي، انا ولا هنسحب ولا هكل ولا همل. هم لو انتوا فاكرين عشان انتوا على مدار السنين اللي فاتت قدرتوا تخلي شباب كتير تنسحب من العمل الخيري ومن انقاذ المشردين وان هم يحافظوا على مصر، انا بقول ان انا مش هنسحب، مش هنسحب. دكتور سامر انا استاذنك، احنا مش حابين الكلام يكون كلام مبهم، احنا حابين نوضح طبيعه الاستغاثه اللي بتقدمها دكتور سامر نديم اليوم. انا بستغيث بمعالي الوزيره. ايه اللي حصل معاكي؟ اللي حصل ان كل ما اقدم ورق بتاعي يترفض، مش يترفض بس يختفي. اصل الورق بيتراجع، اصل الورق مش عارفه فين النهارده، اصل الورق مش عارفه مين. حتى لحظه يعني جزاله سامر نديم بتعاني من نفس العقد؟ طبعا ما زلت انا زي المواطن العادي، يمكن اقل بكتير. المواطن العادي بيتعمل ورق بيخلص ورق اكتر مني انا. المواطن العادي بيخلص ورقه احسن مني انا، تمام. لكن انا مستغربه، يعني انا دلوقتي عملنا الدار دي، عملنا اول حاجه الحمايه المدنيه، خدنا الترخيص عليها، ناقص الترخيص من الجهاز. الجهاز عشان يرخص لي الدار دي يديني ورقه عشان اديها للوزاره، عشان الوزاره تديني موافقه، عايز 400,000 جنيه. طب انا جبت 400,000 جنيه منين؟ هو الجهاز ده مش هو اللي هياخدها، ده عشان خاطر وزاره الاسكان. ما انا هحول نشاط سكني لنشاط ايه؟ لنشاط خدمي. وخدمي ايه؟ مش خدمي مشردين، ده هيحولوني فندقي. طب انا هحول مكان من سكن الفندقي ويا عالم هاخد عليه موافقه ولا ادفع 400,000 جنيه؟ طب اجيب 400,000 جنيه منين؟ والورق اتاخر عشان كده، انا ذنبي ايه؟ الدوله المفروض شايفه مجهودي، المفروض ان وزاره التضامن والمسؤولين شايفين مجهودي ان انا بنزل بادي خدمه في وطني في بلدي وبساعد معاهم وبقدم خدمه معاهم، المفروض ان هم يساعدوني ان هم يوفروا لي مبنى عشان انزل انقذ الناس من الشارع واحطهم في المبنى ده. طيب احنا برضه حابين نوضح للمواطنين في الاجل بس يا ان احنا هنا بنتكلم من داخل مؤسسه زهره مصر، مؤسسه سمر نديم للخدمات والتنميه. زهره مصر ولا سمر نديم؟ مؤسسه سمر نديم، وعملت نشاط من أنشطة المؤسسة دار زهرة مصر الكبار بلا مأوى. تمام، مؤسسة سمر نديم للكبار بلا مأوى هنا في مدينة، مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، دي مؤسسة خيرية. الخدمات والتنمية. دي مؤسسة خيرية. هنا داخل مدينة بدر. السؤال، هل المؤسسة دي تم تشهيرها؟ طبعا أنا معايا إشهار المؤسسة ومعايا ورقها طبعا. أنا مشهرة، مؤسسة مشهرة. طب إيه المتبقي من التضامن؟ يعني وعندي ترخيص جمعي مال. أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنا من 2020 وأنا مشهرة. وبعمل كل سنة بجدد ترخيص جمع المال بتاعي، ترخيص جمع المال اللي أنا يعني بقدم عليه ده المفروض إن أنا بجدده كل سنة. السنة دي جيت بقدم بقالي شهرين مقدمة الورق، لحد دلوقتي الورق ما جاليش، والمفروض كده إن الترخيص انتهى. طب أنتوا بتعجزوني ليه؟ بتعجزوني عشان ما أعملش خير؟ عشان ما ساعدش الغلابة؟ عادي، لو ما فيش مؤسسة وما فيش ترخيص جمع مال وما فيش دار زهرة مصر هفضل أعمل خير برضه. وقف الورق بتاعي معطلينه، طبعا الله اعلم معطلينه ليه، بس انا متاكده ان الورق ده ما وطلعش لمعالي الوزيره عشان تاشر عليه، هي ما وطلعش ليها، هم مش عايزين يعملوا ده علشان يعجزوني عشان اقفل الدار، هو يلا بقى انا هقفل الدار دي، لا مش الفلوس هي اللي هتخليني اقفل الدار. يعني طيب نقدر نقول ان هنا دكتور سامر نديم بتوجه رساله بصيغه مباشره الى دكتور نيفين القباني. طبعا بنكملها كل الاحترام والتقدير في لايف موقع بصراحه. ربنا يبارك لها، وهي ست بتقوم على خدمه بلدها وماسكه وزاره التضامن، اتمنى ان هي تنظر في امرنا نظره وتشوف الوضع بنفسها. في جهات كتير جت زارت الدار، في بحث من كل مكان بيجي لي من جهات كتير سياديه بلاش اذكر اساميها، بس بيجوا لي لحد هنا ويشوفوا الوضع عامل ازاي. انا الناس كلها على عينك يا تاجر، انا يومين بطلع بيهم لايف. جه سمر نديم، يعني بتشوف ان في حاجه من العدالة؟
انا مش عارفه ايه ده، انا بجد زهقت ومليت. انت ليه شايفه ده؟ انا مش، انا شايفه ايه؟ ما هو ده بيحصل فعلا. حضرتك قول لي ليه الورق بتاعي لحد الان ما جاش، والنفع العام اللي انا مقدمه عليه؟ طب ما كل الجمعيات والمؤسسات بتقدم على النفع العام وبياخدوه، مش معنى انا لما قدمت على النفع العام بقالي 3 شهور لحد الان الورق مش عايز يخلص ومش عايز يبان هو فين اصلا، فين مصدره؟ ولما النهارده محمد جوزي راح وزاره التضامن وبيسال الموظفه، قالت له والله مش عاجبك ان احنا اتاخرنا، يبقى قدم طلب لمعالي الوزيره. طب احنا بقى لسه هنقعد نقدم طلبات ليه؟ وانا اقدم طلبات ليه؟ انا هفضل ليه النهار اعمل لها مناشده على كل صفحات التواصل الاجتماعي لحد لما تيجي تشرفني بدار زهره مصر؟ بس اصل ممكن اقدم الطلب خد بالك وكمان يختفي. بتدعو وزيره التضامن دكتور نيفين القباش بزياره التضامن؟ اه طبعا طبعا، زهره مصر وانا في البيت بدري. اه طبعا بدعي من كل قلب ان هي حضرتها تيجي تشرفنا في الدار وتشوف الوضع بعينيها. احنا بنجيب الحاله، مش شغالين، احنا مش شغالين مع نفسنا يا جماعه. احنا عايزين رقابه من الدوله. انا بالرغم ان انا ما خدتش الترخيص من الجهاز، لكن انا بتجيلي ضبطه قضائيه. عشان كده يعني ده بيكون سبب بيخلي سمر نديم دايما في. بص حضرتك، انا دلوقتي جبت حاله، مش بس كده، انا جبت حاله من الشارع. المفروض اعمل معاها ايه لما اجيبها؟ بعمل محضر اثبات حاله وتقرير طبي وكشف شامل للحاله، وبهيئ الحاله على قد ما اقدر تبقى مؤهله اجتماعيا ونفسيا وكل حاجه. يعني انا بعمل حاجه، معلش اقلب الموبايل كده هنا، بص هنا، بص هنا، دي كلها سجلات. سجلات ايه؟ سجلات الدار، سجلات الدار. في حاجه اسمها سجل خروج، سجل هروب، سجل تمام، كل الكلام ده. هو الكلام ده يا جماعه وانا شغاله من دماغي؟ انا تبع جهه في البلد، انا مش شغاله من دماغي. انا بتجيلي الضبط القضائيه، التعليمات اللي بيدوها لي انا بعملها بالحرف. هو انا بقالي سنه فاتحه الدار، هيسيبوني كده مع نفسي؟ انا بعمل ميزانيتي كل سنه بتتقفل، الميزانيتي كل سنه بتتقفل وبيجي لي عليها موظف بيشوف الشغل ده، يشوف الحساب البنكي، بيجي حساب بنكي، الحساب البنكي بيطلع بيه كشف كل سنه. انا مش هقول لك بقى مش الناس بتطلع بيه كشف كل سنه، انا بطلع بيه كشف كل شهر. كشف كل شهر للحساب البنكي. ليه؟ عشان بعمل مراجعات شهر بشهر، ما بستناش اصلا. طيب يعني بقول لدكتور سامر، احنا جينا هنا وزورنا الدار، يبدو ان في تكلفه، تكلفه عاليه جدا على دكتور سامر ده. اه طبعا. وعايز اقول لحضرتك، انا لو معتمده على التبرعات انا مش هقدر افتح الدار دي. لكن انا معتمده اكتر حاجه ان انا بحط من جزء كبير من معايا. انا برضه حابين نكمل سؤالنا، التكلفه دي هل بيكون في مساعده، اي دعم؟ دعم مثلا من رواد الخير؟ اكيد طبعا في ناس بتتبرع معانا، بس الدعم قليل جدا. في رواد خير كتير زي دكتور صامل نديم ويمكن اكتر. هيبقى في خير امتى؟ لما الناس اصلا بتنهبني، واللي كان بيسرق من ورا مؤسستي وبيستغل اسم مؤسستي وبيسرقوا من وراه، واللي عايزين يوقفوني، والسيرفرات اللي شغاله على صفحتي 24 ساعه، والرياكتات اللي شغاله على 24 ساعه على صفحتي، وشغل على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. انا بيجي لي تغريدات في الكومنتات. انا عايز اقول لك على حاجه بس اسمعي، معلش انا هقطع كلامك. انا بتجي لي رسائل، خليكي في بيتك احسن لك يا ماما. اللي تهددوني يعني ولا ايه؟ فاكرين الدنيا سايبه ما فيش حكومه؟ انا حتى امن على الدار عشان بامن دار زهره مصر والنزلاء اللي في الدار، لاني لو ما عملتش كده هينتهكوا حقوق الانسان هنا، هيبهدلونا. بمعنى ايه طيب؟ في ناس هتتهجم علينا، ممكن يطلبوا مني. الناس اللي بتاذيني، ما انا ما اعرفش مين دول، انا ما اعرفش مين اللي بيأذيني. انا ما اقدرش اقول لك مين. اذا كان كتابي مشرد دكتور يا فندم، كتابي مشرد، كتابي مشرد حول العالم، كتابي مشرد حول العالم ده اتقدم فيها فيه بلاغ وادفع فيها غرامه 30,000 جنيه، مين هيدفع لي الغرامه دي؟ ده كل حاجه بيحاربوني فيها، حتى دور النشر اللي انا قدمت فيها الكتب بتاعتي بيستغلهم، بيدفعوا لهم رشاوي عشان ما انشرش الكتب بتاعتي، عشان ما انشرش الكتب بتاعتي. طيب احنا بس كنا حابين نسالك ايه؟ انا بقى معلش ان انا اتعصبت بقى، يعني انا عايز اقول كلام كتير قوي. اتكلمت عن التهديدات وطبعا قبل بس باشا برضه كنت وضحت لنا بشكل كبير طبيعه التهديدات اللي بتتعرضي ليها. اه طبعا. حابين بقى نعرفها هنا خلال القريب، يعني التهديدات دي بيكون شكلها عامل ازاي؟ ده بيكتبوا ايه في الكومنتات؟ يعني التهديدات مجرد تعليقات الكترونيه فقط؟ ما من اكونتات فين؟ التعليقات الالكترونيه وارد تكون، وارد يكون مواطنين بيبدوا رايهم. لا لا ده مش هتعودنا، مفيش مواطن اصلا هيتكلم يقول الكلام الفارغ ده. انا كمحمد صايغ كمراسل لما بتعرض للشباب والاهانه خلال موقع بصحة خلال رأي فانا طالعه، ده مش معناه هجوم او اضطهاد، وارد يكون راي جمهور. طب ما انا هقول لك على حاجه، طب ما انا شتمت كتير قوي الفتره اللي فاتت، الحمله اللي اتقامت عليا ممنهجه من حوالي كام اسبوع، وكبرت دماغي وكانها لم تكن ونزلت انقذ الناس ومش فارق معايا، بس في كومنتات بتيجي من اكونتات فيك دي مخصوص ليا، بيكتبوا لي فيها ايه؟ انت احسن لك سيبك من المشردين والمتسولين، خليكي احسن في بيتك ومالكيش دعوه بالطريق ده، دخلي الطريق ده لحبايبه ولاصحابه ولاهله. طريق ايه اللي خليه؟ هو طريق
الخير بيتجزأ. هو المفروض ان الخير بيتجزأ. هو المفروض عشان انا بنزل انقذ الناس اللي بلا مأوى فخلي غيري ما ينزلش ينقذ. ما كلنا نساعد بعض يا جماعه. طيب خلينا نتوقف. انا رايح مكان دار سيدات فقط, لازم يبقى في دور كتير تساعد ده. طب خلينا نتوقف. سؤال اخر مهم, انت صامعه دين بتشوفي ان في يعني اشخاص اخرين بيهاجموها من نفس المجال بيقدموا نفس الخير اللي بتقدمه صامعه نادين؟ اكيد طبعا في طبعا دور بتهاجمني من نفس المحتوى اللي انا بقدمه. يعني بدون طبعا دون ذكر اسماء, شايفه ان في دار اكيد طبعا هي دار منافسه لصامعه نادين وبتقدم نفس الخدمه. ما هي الدار دي اللي قدمت فيها البلاغ اصلا بكتاب مشرف حول العالم, استغلوا البنت اللي عندهم في الدار وقدموا فيها بلاغ بالكتاب ده. صورتها محطوطه جوه الكتاب وهي كانت عندهم في الدار, قدموا فيها بلاغ علشان خاطر الكتاب بتاعي ما ينتشرش عشان اذكر فيها حقائق مهمه جدا جدا. طبعا يعني احنا بنفرح لما بنشوف رواد الخير في كل مكان. واعتقد لو في دار لواء اخرى المفروض تحابي وتساعد. لا ما عشان انا بعمل عشان الخير, الخير يتكاثر والخير يكون اكتر واكتر. أيوة. اضعاف اللي بنقدمه. لكن فكره المحاربه دي فكره يعني اعتقد انها غريبة. انا شخصيا مش عارف ان انا هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه, انا واحده بعمل خير, المفروض ان انا بدعو الناس يا جماعه العمل الخيري, بادي رساله في المجتمع, مش عشان صمت بس اللي تنزل تنقذ الناس, لا انا عايزك انت وانت وانت تنزلوا تساعد. بدليل ان ما شاء الله بعد لما انا ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي ابتدت الجرائد الالكترونيه كان تسلط الضوء على الناس اللي بلا مأوى. هو كان فين تسليط الضوء ده من زمان؟ تسليط الضوء ده ما بقاش غير موجود في عهد سمر نديم لما انا بقيت موجوده وبقيت بنزل انقذ الناس من الشارع. الناس تنزل تدري الجرائد الالكترونيه تصور الحالات في الشارع والخ 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 من الحالات. هو دي حاجه كويسه, انا اقول لهم شابوه على اللي انتوا بتعملوه لان المفروض ان ده اللي يحصل. يعني عايزه تقولي ان الخير بدا مع انطلاقه صمر نديم؟ هي دي الحقيقه. حضرتك ادخل قبل كده هتلاقي كل معلش اكتر المنصات. انا بقول الكلام ده حقيقي. انا بعتذر عليك, خليني يعني اعطيك. كان لا كان في قبل صمر نديم خير منتشر, شفنا طبعا دار معانا لكذا انسان والدور اللي بتقدمه, وكان في يعني احد الشخصيات البارزه الاستاذ محمود وحيد. بس ما حدش كان بيطلع حضرتك زيي يطلع في لايفات. انا بطلع في لايفات كتير. مين النهارده بينزل يجيب كل الحقائق زيي؟ انا لما الحاله بتمشي عندي من الدار بطلع اقول ان هي مشيت. الناس لما بتنزل تجيب حالات من الشارع, معلش يعني النهارده اللي بينزل يجيب حاله من الشارع بينزل يجيبها بلايف. هل بقى انت عرفت ايه اللي تم معاها في الدار؟ شفت حالتها الصحيه والاجتماعيه والنفسيه والجسديه وهل هي موجوده ولا مشيت؟ ما بيعرفوش الكلام ده. انا حضرتك حابه تقول ان الحاله الحاله بيكون انا بظهر كل حاجه على عينك يا فندم. الحاله بيكون وضعها سيء في الدار. لا انا مش بقول ان هم وضعهم سيء, الله اعلم. احنا مش بنقول الله اعلم. بس انا دخلت دور رعايه بفلوس في مصر قسما بالله بفلوس, يعني مسنين بفلوس. انا شفت بعناية الطبق بيتحط, طبق استلس, سندوتشين جنب النزيل اللي بيدفع فلوس, ها, وبيرموه جنبه. كلت كلت ما كلتش عنك ما كلت. طب هل في مختص بالشؤون القانونيه هنا في الدار؟ طبعا ده امر مهم جدا. طبعا. وده واجد يعني ينهي كل هذه الازمات. عندنا طبعا عندنا كتير, مش حد واحد. زي مين يعني؟ هنا مين المختص بالشؤون القانونيه يقدر يقوم بدور صامر نديم داخل وزاره التضامن؟ مش لازم يعني صامر نديم بشخصها. لا انا ما بنزلش طبعا, انا ما بقتش بنزل بشخصي اصلا من الجهات. ما بقتش انزل بشخصي ليه وانا انزل ليه؟ وما افضل طول عمري انزل؟ كنت الاول بنزل اعمل المحاضر بنفسي واعمل كل حاجه بنفسي, دلوقتي لا, لازم يبقى في فريق عمل ورايا هو اللي يكمل, لان انا لوحدي مش هقدر على الكم ده كله. هلاحق منين؟ انقاذ الحاله ولا رجوعها للدار ونظافتها واهتمامها ورعايتها, ولا اروح اعمل محضر في القسم اقعد بالساعات ويتحول للنيابه ليه؟ انا استنى ده كله ليه؟ طب حضرتك حابه توجهي اي كلمه اخيره او اي مطلب بقى في نهايتك بس مباشر؟ بقى يا ريت كلنا نحب الخير لبعض ونتقل في بعض, احنا كلنا واحد. وانا هنا عندي في الدار ولا فرق بين الجنسيات ولا الديانات, انا قصت كل الحالات سواء ديانات ديانات. بنتكلم ان الانسانيه الانسانيه ما بتتجزاش ولا ليها اي الانسانيه لا تعترف بقى بالظبط كل ده. بنتكلم عن الطبع الانساني. احنا بنأدي رساله, انا وانت وانت وكلنا نعمل خير, مش انا بس عشان بعمل ده المحتوى ده فغيري ما يعملوش. لا مفيش الكلام ده, احنا كلنا واحد, كلنا نساعد بعض, كلنا نعمل. انا النهارده عندي دار سيدات بس, لازم يبقى في حد تاني يشيل ده, في حد تاني يشيل الرجاله ويشيل الاطفال اللي بلا مأوى ويشيل الكلام ده. دار سمر نديم مخصص للسيدات فقط. بس دار سيدات فقط يعني. ومع ذلك انا مش ملاحقه ما شاء الله, ده الاستغاثات لحصر لها. على ما توسيع النشاط بيضم الرجال. لا لا انا كفايه عليا دار زهره مصر والحمد لله. تمام. انا بشكرك جدا. شكرا لحضرتك. يعني انا طبعا انا مع حضراتكم من مدينه بدر, بنتكلم حضراتكم تحديدا من داخل مؤسسه زهره مصر مع دكتور سمر نديم. هنا يعني خلال الدقائق القريبه الماضيه فوجئنا بفيديو عبر صفحه رسميه لدكتور سمر نديم بتحاول
يعني بنعتذر لحضراتكم عن انقطاعك بس مباشر. هنا كان فيديو اخير لدكتور سامي نديم عبر صفحتها الرسميه بتحاول انها تخاطب وزاره التضامن بشان يعني هجوم شرس رغم انها احدى رواد الخير. طبعا زي ما عودناكم دايما جينا هنا لدكتور سامي نديم من داخل مدينه بدر عشان نعرف الامر ونستمع اليها داخل المؤسسه على وجه الخصوص. هنكون طبعا متواجدين معاكم في تغطيه حيه وكاميرا مع عدد كبير من المشردات اللي بتقويهم يعني هنا دكتور سامي نديم داخل الدار. دي كانت التفاصيل كنا حابين نوضحها لحضراتكم. كان معكم انا محمد صاري موقع بصراحه الاخباري. دمتم في امان الله وحفظه.